أن أخذكم بصورة سريعة إلى تقارير الأممية ولمحة بسيطة عن عمل لجنة السيداو، لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية. الاتفاقية مثلها مثل كل لجان الاتفاقيات اللي توقع عليها الدولة، يكون لها متابعة وتطالب الدولة بتقارير دورية. هذه التقارير عند المساءلة، في فترة المساءلة والمناقشة توضع هذه التقارير على الموقع الرسمي للأمم المتحدة. فهني تشوفون كات اللي هو اتفاقية مناهضة التعذيب، CCPR اللي هو الحقوق المدنية والسياسية، سيداو رقم 3، وهكذا. فجميع التقارير اللي تصدر من الدولة، من البلد، سواء من الدولة أو من منظمات المجتمع المدني، توضع على الموقع الرسمي للأمم المتحدة. ومن هنا يعني إحنا يوم رحنا قرينا، طبعا كان في تعتيم إعلامي على التقرير الرسمي وما كتب فيه، إحنا عرفنا أو قرأنا التقرير من على الموقع، موقع الأمم المتحدة، ومكتوب في التقرير أنه هو يعني تعاون مع منظمات المجتمع المدني وأخذ برأيهم إلى آخره. يعني هذا بس تكبير الوصلة اللي خاصة بالسيداو. الدورة الثانية والدورة الثالثة، فإحنا في الدورة الثالثة، الدورة 57. إذا سويتوا كليك على يعني هذه الدورة 57، ستجدون كل هذه التقارير موجودة على الموقع، منها تقارير قدمها مركز البحرين لحقوق الإنسان، منها تقرير الاتحاد النسائي. طبعا في تقارير، كل ما يعني يصدر تقرير يروح حق اللجنة المتابعة، يكون عندها ملاحظات تقول مثلا شيلوا الأسماء حق الخصوصية، وبعدين يقبلون التقرير ويضعونه هما على السايت، وهكذا. اللي تشوفونه بالأسود list of issues، اللي هي الأسئلة 21 اللي الخبيرات سألتها الدولة. يعني تصوروا أن الخبيرات سمعوا عن الأحداث التي صارت في البحرين، سمعوا عن الحراك الجماهيري، وسمعوا عن، لأن هم يشتغلون يعني متكاملين، فيسمعون عن المقرر الخاص معني بالتعذيب، يسمعون عن المقررين الخاصين الآخرين، مثلا تجمع السلمي وإلى آخره. فهم اللي طرحوا 21 سؤال، وإحنا اللي نقرينا الأسئلة على موقع الأمم المتحدة، توعينا أن الأمم المتحدة تسأل ماذا حدث لنساء البحرين، والتقرير الرسمي يتجاهل تماما. طريقة كتابة التقرير الرسمي كما تعود أن يكتب تقاريره، إنجازات كثيرة وكثير من الكلام الإيجابي، يعني كلمات منتقاة، مضامين جميلة. اللي يقرأ المضامين اللي موجودة في التقرير الرسمي ولا يعرف الواقع، يعني يقول هذه البحرين المرأة محظوظة في هذا البلد. المهم هذه يعني الموقع للتقارير، وتقرير المرصد، مرصد البحرين لحقوق الإنسان موجود، وكذلك تقارير منظمات أخرى مهتمة بوضع المرأة في البحرين. أنا راجعت شوية موقع المجلس الأعلى للمرأة وشفت هذا الكلام يعني ما مكتوب فيه. تلاحظوا بس المفارقة بين اللي مكتوب وبين اللي شفناه، اللي أنتم تعرفونه كلكم في أرض الواقع، يعني الانتهاكات اللي صادت المرأة من 2011 تاريخية، ما قد صارت بهذا الحجم، بهذا السكيل، يعني غطت الذكرت رولا وتفاصيل يعني أخرى كثيرة. ومكتوب تناول الواقع الفعلي لمركز المرأة البحرينية في التشريعات والتدابير. أنا كنت أبحث في تقريرهم عن الواقع الفعلي، عن ما حدث في 2011 وما تلاه. وبالنسبة حق الرؤية والرسالة، في الرسالة مكتوبة مثل شغلات مثل هذه الجمل: الارتقاء بجودة حياة المرأة في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة. هذه نموذج، لن أدخل في تفاصيل، الموقع موجود وأكيد أنتم كثير منكم يعني قاري أو كذا. بالنسبة حق الاختصاصات، رقم 7، متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية. الاتفاقيات الدولية يعني في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ينطبق على المرأة كما ينطبق على الرجل، والدولة مسؤولة أن هي تتابع الموضوع.
لا تتصلب المرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة. هذه بعض التعبيرات، يعني هذه بعض النصوص التي موجودة دائما في أدبيات المجلس الأعلى للمرأة. أنا بس يعني بتكلم بسرعة كذي عن الكلمة الافتتاحية للوفد الرسمي والمضامين اللي طرحت في هذه الكلمة الافتتاحية. يعني مثلا أول شيء الالتزام بأطر مثل سيادة القانون. قانون، أين القانون من كل هذه الانتهاكات؟ بس يوني تكلم عن القانون وطالب بإنصاف المرأة وطالب بمؤسسات العدالة وشفافية العمل الديمقراطي والتنمية المرتكزة على احترام العدالة، 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 العدالة. ونعلم أن النساء في مراكز التوقيف يمنعون من التواصل مع المحامين حتى يوقعون على الاعترافات تحت التعذيب، وحتى لا يسمح لهم بالاتصال لحد ما يعني تكتمل عملية التحقيق وانتزاع الاعترافات، بعدين يعنيهم المحامي. وفي حالات أن المحامي موجود ويقولون حق المحققين ترى المحامين برع، لكن ما يخلون المحامين يتواصلون مع النساء. ضمان عملية التطوير والتقدم في مجال تمكين المرأة والتفاعل والتعاون مع الآليات الإقليمية إلى آخره. من المنجزات طبعا هذه في الكلام، هذه كلها في الكلمة الافتتاحية. نأتي عقب هذه المضامين إلى المنجزات. فمن المنجزات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية في 2010، بعدين لاحظوا صير رأسا النطة إلى 2013، ف 2011 كانها غير موجودة. انعقاد المؤتمر الوطني الثاني الخاص بإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وذلك في أكتوبر 2013 بمشاركة ممثلين عن السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. التأكيد على أن ميثاق العمل الوطني والدستور دائما يحرصان على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات بما فيها مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. طيب أنا يعني بسرعة بس بخليكم في الجو اللي إحنا كنا فيه في جنيف. هذه الكلمة ألقيت في الافتتاحية. نشاطات مثل الإعلان في ذكر للأنشطة، دراسة، ذكر أن هناك دراسة نفذت من قبل منظمة المرأة العربية تتكلم عن واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين، ونسبة النساء العاملات الآن في القطاع الحكومي وصلت إلى 24 مقابل 52 من الرجال. يعني هذا من الإنجازات. أوضحت ورقة بحثية لمجلس التنمية الاقتصادية أن عدد النساء البحرينيات الملتحقات بالقطاع الخاص قد ارتفع في عام 2011 بالمقارنة مع 2002 بنسبة 73.2% إلى أكثر من 25 ألف امرأة، وأن المرأة تمتلك 29% من عدد السجلات التجارية. صدور قرار مجلس الوزراء رقم 77 باعتماد تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بما يضمن المساواة بين المرأة والرجل في العلاوة عند الزواج، وسيستفيد من هذا التعديل نحو 15 ألف موظفة. يعني اوكي ما عليه، في اشياء زينه، في اشياء يعني على اجنده المراه البحرينيه المجتمع الاهلي والمنظمه الرسميه، لكن يعني ما هي المضامين الاخرى؟ ما هو الواقع الذي تحدث عنه هذا التقرير؟ نكمل بعد شويه. اللي قالته رولا مساعة عن وحدات تكافؤ الفرص، ان الزامي هذه الوحدات موجوده في الوزارات وعليها دور ان تنصف المراه وان تدعم حقوقها والى اخره. في المقابل هناك يزيد الفصل ويزيد التهميش ويزيد ان يعني عدم اللي احنا نسميه ديموشن، ان ما يرجعون حق وظائفهم، يرجعون حق وظائف اقل. من ذكر الانجازات ان تفعيل دور وحده التوفيق الاسري اللي هي تابعه حق وزاره العدل والشؤون الاسلاميه والى اخره. مثل هذا الكلام انا استوقفتني هذه الفقره. نظم المجلس بالتعاون مع منظمة المرأة العربية والمجلس الأعلى للقضاء في البحرين الندوة الترويجية الثانية لمشروع منظمة المرأة العربية بعنوان حقوق المرأة الإنسانية. شوف كلمة الإنسانية، الإنسانية، الإنسانية. علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي، وذلك خلال الفترة 18-19 يونيو 2013 قريبا، يعني حيث تم تسليط الضوء على الأحكام القضائية الصادرة في الدول العربية الأعضاء التي تميزت بكونها شكلت علامات فارقة في مسار الاجتهاد، وأرست مبادئ قانونية تصون وتحمي حقوق المرأة. يعني كل هذا الحرص على حقوق المرأة والعدالة والإنسانية، يعني أكيد أن لن تكون هناك ولا مفصولة واحدة ولا معتقلة واحدة لرأيها السياسي ولنشاطها الحقوقي. وكذلك زيادة الوعي بالحقوق الإنسانية للمرأة لدى المسؤولين وردم الهوة بين النص المنصف للمرأة وواقع تطبيقه. يعني نحن اضطرنا، الكل اضطر أن يسمع مثل هذا الكلام في الجلسة الافتتاحية.
وبهدوء وبيعني سرعة بطيئة. وافقت الحكومة في 14 يناير على إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجنسية، وهي طبعا يعني الكل فرحان لهذا الموضوع لأنه إنجاز، ولكنه ليس إنجاز كامل لأن فيه يعني شروط، في شروط وفي أحكام. كما وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ في 6 أكتوبر على مشروع قانون بشأن العنف الأسري، أيضا هذا شيء مفرح لجميع المهتمين بشأن النسائي. وسوف يتواصل أعتقد حول الملاحظات التي أبديت على مشروع القانون. سيبحث المجلسان النواب والشورى مشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية. هذه مشروع القانون أنا يعني بعض النقاط بأتكلم عنها حين بحيث إنه ما يمكن ما يكون عندنا وقت بعدين. الخبيرات سألوا كثيرا عن مشروع القانون هذه لأن شافوا فيه كثير من القيود والتضييق، وسألوا كثيرا عن المواد الخاصة بالتضييق المادي، والوفد كان يتبادل الأدوار لكي يقول أن لا تضييق مالي وأن الأمور المالية جمع التبرعات منظمة عبر كذا وكذا وكذا، وزارة التنمية الاجتماعية تعمل كذا وكذا، ولا يوجد تضييق، وهذا القانون يعني يدعم الجمعيات الأهلية ويطلق لها الحرية ومن هذا الكلام. طيب هم الكثير يعني كثير من الأسئلة كانت حول مضمون هذا القانون، لأن تم تحليله، وزارة التنمية دعت منظمات المجتمع المدني وأخذت كتبت الملاحظات وصار في دراسات معمقة، بعدين كل الملاحظات ذهبت أدراج الرياح. أيضا نكمل، هذه كان من الأمور بعد اللي طرحت وكأنها يعني وكأنها قريبة من التحقيق، أن مجلس الوزراء وافق على إعادة صياغة، طبعا احنا لان تحللون إعادة صياغة ورفع في لفة طويلة عريضة بالسنوات يعني زين في ورفع بعض تحفظات مملكة البحرين بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمشار إليها في القانون بشأن انضمام مملكة البحرين لاتفاقية السيداء، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية. الخبيرات سألوا يعني سألوا في مراسلات خاصة للمنظمات المجتمع المدني ما معنى هذا القرار، ففي مجموعة من المحامين ردوا ووضحوا أن هاي الموضوع مو بلنا بين يوم وليلة بيصير، هذا الحين مشروع قانون وبيروح وبيستوي ويعني بيناقش، الله أعلم عقب 4 سنوات 5 سنوات اللي يعني. بالنسبة حق الأسئلة، هذه الأسئلة مكتوبة في 21 سؤال اللي سألوها الخبيرات حق الدولة في حسب تقريرهم. لاحظوا السؤال الأول عن توصيات بسيوني البي آي سي آي على ضوء ما شهدته الدولة، قولوا لنا شنو هي المعلومات، أعطونا المعلومات عن الإجراءات المتخذة لإنفاذ حكم القانون خاصة فيما يتعلق بتطبيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. الخبيرات يعني يريدون أن يعرفوا ما حدث للمرأة البحرينية بعد كل هذه الانتهاكات. سؤال رقم 2، هل اتخذت الدولة إجراءات لتصدر أو تعتمد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة؟ سؤال 3، يرجى توضيح ما إذا كان مشروع قانون الجمعيات المدنية تكلمنا عنه والمنظمات المعروض حاليا على البرلمان يتوافق مع الحق الدستوري في تأسيس منظمات المجتمع المدني ومع المعايير الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات. يرجى بيان ما إذا تم التشاور مع منظمات المجتمع المدني في جميع مراحل عملية صياغة مشروع القانون، هذا تكلمنا عنه قبل شوي. سؤال رقم 5 مهم، آليات الشكوى القانونية. يعني الخبيرات عندهم خبرة لأن مارين عبر تجارب عديدة وعارفين تقارير وايد ويعرفون يدخلون في تفاصيل الأمور، فيسألون سؤال وبعدين يأكدون عليه بسؤال ثاني وبسؤال رابع وإلى آخره. فكان سؤالهم حول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبر السنوات 5 الماضية، ما هي أنواع الادعاءات الانتهاكات المزعومة ونتائجها، كما يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان استقلالية المؤسسة. يعني المؤسسة لازم تكون مستقلة، إذا لم تكن مستقلة، إذا كانت معينة وإذا كانت بياناتها 3/4 تمدح الإجراءات الموجودة وتقول الله لا يغير علينا، فلا خير في استقلاليتها، ولا هي مستقلة ولا مبادئ باريس ولا شيء. طيب السؤال رقم 6، الوصول إلى العدالة. يذكر التقرير أن المرأة تتمتع بمعاملة متساوية
يعني هذه وايد المهم في هاي السؤال، ضمان وصول المرأة إلى وسائل واجهزة العدالة والقضاء بصورة فعالة في الدولة، وضمان وصول المرأة إلى خدمات المساعدة القانونية بما في ذلك في أماكن الاحتجاز. الجواب على ذي اللي كتبه بسيوني في تقريره، من التعسف في أسلوب القبض، ترويع النساء في الليل، عدم اعطاهم الفرصة للباس حجابهم أو حتى يعني بدل ما يكونوا كذي في ثيابهم النوم. كل هذه المسائل وثقها تقرير بسيوني. يعني الإجابات كانت تي أصلا ما كانت في إجابات، يعني كان الكلام دائما الإجابات كانت تدور وتكرر تدريب معين، طريقة إجابة محددة موجهة حول المسائل المعتادة وليس الانتهاكات. يمكن أكثر كلام اللي صار في مناقشة كان موضوع المفصولات والمعتقلات، هذه بنوقف عنه شوي. بالنسبة عن العنف ضد المرأة، هذه سؤال يعني طويل عن العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى العنف في الأسري، يعني العنف المؤسسي. هاي سؤال خاص بالأمانة العامة للتظلمات، ماذا كان دور الأمانة العامة للتظلمات في معالجة الانتهاكات؟ بعدين كان سؤال، هل المقرر الخاص المعني بالتعذيب ماذا ستفعلون به؟ هل ستسمحون له بزيارة البحرين؟ كان الجواب أنه مرتين أجل لأنه هو عنده التزامات، هو عنده يعني ارتباطات، فيعني احنا ضحكنا مثل ما ضحكتم انتم. زين، هذه ايه يعني كان الجواب عن العنف ضد المرأة. لاحظوا ان فريق من الخبراء الدوليين لم توصلوا ان لا يوجد هناك وقوع لاي حالة عنف جنسي. هاي الرد، ان كافة ما اثير في هذا الصدد لا يتعدى، لاحظوا، مجرد تقارير غير موثوقة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يثبت بالدليل المادي وقوع أي منها، إلا أنه وعلى تلك وعلى الرغم من ذلك قامت الوحدة بالتحقيق في بعض تلك الادعاءات، وانتهت تلك التحقيقات إلى عدم ثبوت تلك الادعاءات وفق القانون، مثل ما الذين اتهموا بتعذيب النساء طلعوا بريئات، طلعوا براءة، كل المتهمين بتعذيب المعتقلين طلعوا براءة، اللي 7 سنوات صار 3 سنوات و6 أشهر، أو اللي بالبراءة بالجملة. بعدين يقول لك إنه يعني لا يوجد عنف، لم يوجد عنف ولم توثق أي حالات عنف ضد المرأة. تكلموا الخبيرات عن المشاركة السياسية وصنع القرار، يعني قالوا هل تدعمون النساء من الأحزاب السياسية؟ فالجواب إحنا في تقريرنا إن دكتورة منيرة هي مرشحة، نزلت مرشحة مرتين وصار في تزوير في دائرتها، بعدين تم حرق، يعني محاولة حرق بيتها. فهذه الكلام طبعا هم قالوا كلام جميل ان في دورات تدريبية وفي كذا في كذا، والحقيقة في تقارير المجتمع المدني. اللي كان في أسئلة عن الجنسية، تشريعات حماية العمالة المنزلية وقفوا عندها كثيرا، وكانوا هما جاهزين، الوفد الرسمي كان جاهز بشكل دقيق لمعالجة هذا الموضوع، لأن يدرون أن يعني أن هذه الأمور الخبيرات شرسات في تداولها، فكانوا جدا يعني مستعدين حق. بالنسبة حق المفصولات عن العمل، أنا هذه اللي استوقفنا، كنت أنا وكانت نضال بتقدم بعدين مداخلة، هم قدموا هالجدول أن يعني هذه الموظفات الحكوميات والمفصولات تم إعادتهم جميعا للعمل دون المساس برواتبهن. طيب، مندوبة وزارة العدل جاوبت مرتين، جاوبت يعني ثلاث إجابات، جوابين منهم كان أن الجميع دون استثناء، هناك 0 امرأة لم ترجع إلى العمل، يعني جميع النساء رجعنا إلى أعمالهن. وطبعا هذه أثار غضب واستياء ودهشة لنا إحنا، لأن إحنا ندري أن في أعداد كبيرة من المفصولات ما رجعوا أو فصلوا يعني وخلاص. فالخبيرات كانوا يدرون من خلال أسئلتهم ومناقشتهم أن هناك 3 حالات كانت رولا، يعني رولا عقب ما رجعنا قالوا لها تعالي، وجليل سلمان كهي موجودة، كذلك خديجة المساوي زوجة الأستاذ عبدالهادي الخواجة فصلت من مدرسة كانو
بقرار تعسفي، حصلت في الحكم الأول أن هي تحصل على راتب سنتين أعتقد، صارت المدرسة رفعت استئناف ضدها، بحيث أنه يسحب منها كل رواتبها في فترة إيقافها، وأن هذا ليس فصل تعسفي، لا يفوتكم، أن هي ما عندها شعور وطني، وأن ممارساتها يعني أن الطفل اللي كان يعلق الصورة في وقت يعني الناس يدرسون في داخل الصفوف، هذه عنده شعور وطني، لكن هي قدوة سيئة وما عندها شعور وطني، يعني هذه مكتوب في الدفاع ضدها، وأنها بالتالي هذا ليس قرار تعسفي، أن هي كانت متقاعسة عن أداء واجبها. يعني العجب، تشوفون العجب في هالمسائل. فيوم الخبيرات عرفوا هالكلام، تم يلفون ويدورون ويلفون ويدورون، ياو ثلاث أربع خمس مرات، تقولون أنه ليست هناك مفصولات ونحن نعلم أن هذه الأسماء، تقولون أن هناك إحصائياتكم كذا. هم بمنتهى الذوق والأدب الخبيرات عرفوا، استشفوا ستايل المراوغة، ستايل الالتفاف على الإجابات، فكانوا يعيدون تكرار السؤال ويقولون أن عندنا إحصائيات وعندنا أدلة أن عدد كبير من النساء لم يتم إرجاعهن للعمل، وأن هناك معتقلات. قام مندوب الداخلية إيش قال؟ قال أن أنا عندي الإحصائيات بكل دقة من 2011 و12 و13 و14 وجميع السجينات الآن على قضايا مرتبطة بالسرقة والمخدرات والسب والقذف والاعتداء على سلامة الآخرين. وهم قالوا له إنزين وزينب الخواجة؟ قال لا ما زينب الخواجة، لأن هي تعيق الحركة المرورية وتقوم بتجمهر غير يعني غير مشروع، بروحها تعيق، لكن زين. وبعد يعني فهذه هي التهم، يعني هاي تهم جنائية يا جماعة. وأنا أؤكد على كلام ممثل وزارة العدل أن ما في سجينات رأي ولا سجينات على أساس يعني ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي أو لنشاطهم الحقوقي. فهذه النقطتين المفصولات والسجينات يعني كانوا الكذب الفاقع اللي إحنا ما قدرنا نسكت، كتبنا اعتراف وهذا الاعتراف يعني عمم على جميع الخبيرات. كذلك المواجهة اللي صارت، قلنا حق يعني شخص على مستوى عالي في الوفد أن هذا تحريف للحقائق يضر بالدولة، لأن الخبيرات عندهم مصادر المعلومات ويقدرون تأكدون من 1000 مصدر، مش إحنا اللي جايين من البحرين يعني. فهذا ليس جيد لكم يعني للدولة، قولوا الحقيقة، قولوا أنه يمكن تكون في إجراءات في المستقبل وكذا. قال أنا ما أعرف المفصولات، قلنا لك المفصولات رقم واحد، نقول لك 3 أمثلة بس، رولا جليلة وزينب المساوي. فبعدين شوي صلحوا، قالوا 92% فقط من المفصولات رجعوا، بس ما قالوا عن 8%. يعني شو تقولون؟ طبعا احنا 5 ساعات احنا قاعدين، لكن للأمانة هناك أمور أخرى، مثلا قضايا الاجتماعية، موضوع الأحوال الشخصية صار في نقاش طويل، وموضوع الجنسية صار في نقاش طويل، موضوع الاتجار بالبشر. إن الأستاذ وائل وعلاي تكلم عن الاتجار بالبشر اللي هو رئيس نيابة، لم يتكلم عن القضايا السياسية والانتهاكات، وتكلم عن الاتجار بالبشر، يعني مداخلة طويلة تركز على هذا الجانب. أنا أعتقد أتوقف هنا لأني أطلت، ممكن بعدين في النقاش يعني نستكمل. شكرا.